تعهد المترشح للانتخابات التشريعية عن دائرة سجنين جومين غزالة سامي التوجاني بالحد من البطالة من خلال إنشاء مركز تكوين مهني فلاحي وتوفير الأراضي الدولية للشباب العاطل عن العمل، كما تعهد بتعصير شبكات الصرف الصحي وتزويد المنطقة بالماء الصالح للشرب وتقريب الخدمات الإدارية من المواطن. حاب نركز عليه اليوم في مجال الشباب هو توفير مركز للتكوين المهني الفلاحي، دعم الشباب بأراضي دولية ومراكز تجميع الحليب ومراكز بيع الأعلاف والأدوية وتمويلهم بقروض بنكية والتخفيض من نسبة الفوائد لحثهم للاستثمار بالجهة، أحداث منطقة صناعية، تحسين البنية الأساسية من طرقات ومسالك فلاحية وتنوير عمومي وصرف صحي وتوفير المياه الصالحة للشراب، توفير خدمات إدارية واجتماعية ومصالح مختصة مثل ستيج والصونات والصناديق الاجتماعية، توفير كذلك بنك وطني فلاحي، أحداث مستشفيات عصرية وتوفير النقل المدرسي. في صورة وصوله للبرلمان قال سامي التوجاني إنه سيوفر النقل المدرسي للتلاميذ وسيحسن من المدارس. في اتصال مباشر بالمواطنين تعهد مترشح دائرة سجنين جومين غزالة رضا الصحباني بدعم الفلاحين في المنطقة وإنشاء منطقة صناعية وتشجيع الاستثمار في الجهة والسعي لتعصير وتقريب الخدمات الصحية من مواطني الجهة، إضافة إلى تسوية الوضعية العقارية للأراضي الفلاحية. عم التنمية العادلة والمتوازنة بين الجهات وعلى التشجيع والتحفيز على الاستثمار في الجهة، خاصة في المجال الفلاحي والمجال الصناعي والمجال السياحي. بالنسبة للمجال الفلاحي احنا باش نركزوا على تهيئة المناطق السخوية وعلى تطهير ومعالجة مديونية الفلاحين وعلى تسوية الوضعية العقارية للأراضي الفلاحية، هذا في المجال الفلاحي. في المجال الصناعي عندنا منطقة صناعية لابد من إعادة تهيئتها لبعث مؤسسات صناعية إن شاء الله باش تشغل اليد العاملة في سجنين. وضعية عمل الحضارة كما قلت وعلى خاصة إقرار امتيازات ومنح للأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية وفئة الأرامل والأيتام. كما تعهد رضا الصحبي بتشجيع السياحة الأيكولوجية في المنطقة لما تزخر به من مناطق طبيعية خلابة.